إذا للحديث عن الإخفاء القسري للمدنيين في العراق تنضم إلينا عبر الهاتف من لندن الدكتورة فاطمة العاني مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. دكتورة فاطمة سلام الله عليك. لنبدأ من مركز جنيف الدولي للعدالة، يعني بدوره طالب الفريق المتخصص بحالات الإخفاء القسري بمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالعمل الجاد وذلك من أجل وضع حد لمعاناة ضحايا الإخفاء القسري في العراق. بداية دكتورة، ما أهمية هذه الخطوة من الناحية الحقوقية؟ نعم، سلام الله عليكم. السلام حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. يعني في الحقيقة هذه الخطوة تكتسب أهمية كبيرة، خاصة وأن هناك ضحايا لا مصيرهم مجهول ويجب معرفة مصيرهم. هذه أولا، بالإضافة إلى ذلك هناك عوائل هؤلاء الضحايا الذين يعانون أشد المعاناة جراء عدم معرفة مصير أبنائهم وماذا حدث لهم. إضافة إلى ذلك لا ننسى أن هناك حقوق لهؤلاء الضحايا، حقوق مدنية، حقوق اقتصادية، حقوق اجتماعية، هذه كلها ضائعة. حتى عوائلهم مشردة وضائعة، بعضهم بسبب فقدان المعيل يعني تشردوا ولم يستطيعوا لحد الآن أن يوفروا حتى أبسط مقومات الحياة. لا ننسى أن الكثير من عوائل هؤلاء الضحايا فقدوا وثائقهم ولا يستطيعون الحصول عليها، خاصة الذين تم وصمهم بأنهم إرهابيون وينتمون إلى القاعدة وإلى تنظيم دولة وغيرها من هذه، التي على أبسط تقدير هي تعتبر وصمة عار بالنسبة إلى دكتورة. هذه الاتهامات في أي سياق حكومي يفهم؟ هذا يفهم أن هذه الحكومة تتمتع يعني بطائفية أولا، وثانيا لا تراعي حقوق شعبها. حتى لو كان هؤلاء إرهابيون، أولا ما هو الدليل على ما يدعيه هذا الممثل الحكومة في مجلس حقوق الإنسان؟ إضافة إلى ذلك كيف يتم الحكم على شخص دون أن يمر بمحاكمة عادلة وأن يتم إصدار أحكام بمثل هذه الطريقة؟ الحقيقة الحكومة تحاول التستر على جرائمها من خلال إطلاق مثل هذه يعني الادعاءات الفارغة التي ليس لها أي أساس من الصحة، وإذا كانوا يستطيعون إثبات ذلك فلماذا لا يعني يجعلون هذه عن طريق المحاكم وعن طريق القانون؟ يعني الحقيقة الكثير من مما يمكن أن يستشف طيب من تصريحات مثل هذه. طيب دكتورة، إذا كانت الحكومة تؤمن بحسب نظرتها طبعا الضيقة تؤمن بأن المغيبين إرهابيون، لماذا تقدم وعودا بأنها في طور البحث عنهم إذن؟ الحقيقة كل من يريد أن يعني يحصل على منصب من مثلا منصب رئيس الوزراء يعني يطلق مثل هذه الوعود المضللة من أجل أن يعني يكسب، لعله يكسب يعني ود الناس بطريقة أو بأخرى. ولكن مع الأسف الشديد يعني سوف يتم كشف وافتضاح زيف ادعاءاتهم بعد فترة. إضافة إلى ذلك هذه الادعاءات هي موجهة إلى الرأي العام العالمي والحكومات التي تساند هذه الحكومة لكي تثبت للعالم أن هناك أنهم أتوا بالديمقراطية وأتوا بالحرية للعراق، وأن هناك من يسعى لمصلحة العراق من هؤلاء الحكام، والحقيقة هو عكس ذلك تماما. دكتورة فاطمة، يعني جريمة الإخفاء القسري وأيضا التغييب هل تسقط بالتقادم وفق القانون الدولي الإنساني؟ لا يوجد أي حق من الحقوق يمكن أن يسقط بالتقادم. هذه أرواح بشر، هذه ليست يعني لعبة يمكن أن يتسلل الإنسان بها إلا أصحاب العقول المريضة وأصحاب العقد الذين يتسلون بقتل الناس وتغييبهم أو لديهم أهداف معينة يريدون تمريرها. أما أي جريمة لا يمكن أن تسقط بالتقادم، يعني خاصة بالنسبة إلى جريمة الإخفاء القسري. حتى لو كان هذا الضحية
فقد الحياة ولم يعد ومات، الحقيقة يجب أن يتم الكشف عن هذه الحقيقة لكي، لأن هناك أرواح عوائلهم وذويهم التي يتعذبون في سبيل الحصول على معلومة صغيرة تطمنهم أو تكشف عن مصيرهم لكي يرتاحوا من المعاناة والمآسي التي يمرون بها. من لندن الدكتورة فاطمة العاني مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، شكرا جزيلا لكم.